السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة التوتر الأمني في العاصمة المؤقتة عدن جراء تصعيد ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي. قالت مصادر محلية أن الإمارات دفعت بتعزيزات عسكرية ثقيلة إلى مطار العاصمة المؤقتة عدن. ونقل موقع عدن الغد عن شهود عيان أن نحو 8 دبابات شوهدت وهي تدخل مطار عدن قادمة من مقر قوات التحالف في البريقة قبل أن تخرج منه في وقت لاحق. تأتي هذه التطورات في ظل توتر تشهده العاصمة المؤقتة عدن منذ أيام بعد دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعو من الإمارات أنصاره للسيطرة على مؤسسات الدولة. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: تصعيد الانتقالي المدعو من الإمارات، ما هو السيناريو المتوقع؟ إلى متى ستظل الشرعية مكتوفة اليدين أمام حالة التمزيق التي تعصف بالبلاد؟ قبل النقاش نتابع التقرير. تعزيزات عسكرية وانتشار مسلح في عدن على وقع دعوات بالتمرد على السلطة الشرعية والسيطرة على المؤسسات أطلقها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. التعزيزات التي رصدتها كاميرات وسائل الإعلام تشمل عددا من الدبابات الإماراتية التي تم إنزالها من ميناء الزيت بالبريقة واتجهت نحو مطار عدن الدولي، فيما باشرت تشكيلة مسلحة موالية للمجلس الانتقالي بالانتشار والتموضع في خرمكسر وكريتر ومواقع أخرى في المدينة. الأنباء الواردة من عدن أفادت بأن قوات المجلس الانتقالي بدأت بنقل أسلحة وذخائر وحفر الخنادق والمتارس في كريتر، حيث يقع مقر البنك المركزي ومقر الحكومة، وسط أنباء أخرى تفيد بوصول المئات من المقاتلين الانفصاليين إلى عدن قادمين من الساحل الغربي خلال اليومين الماضيين. يأتي ذلك فيما تتخذ قوات الحماية الرئاسية ووحدات تابعة لوزارة الداخلية استعداداتها تحسبا لمواجهة مسلحة قد تندلع في أي وقت، معيدة إلى الأذهان المواجهات التي شهدتها عدن في الأول من هذا العام، وهي المواجهات التي وقفت فيها القوات الإماراتية مع تشكيلة المسلحة الانفصالية ضدا على الحكومة الشرعية قبل أن تتشكل لجنة من تحالف الرياض أبوظبي لتهدئة الموقف. إلى ذلك أوقفت القوات الإماراتية في مطار عدن الدولي 6 خبراء أوكرانيين وصلوا على متن طائرة شحن لإجراء صيانة لمحطة كهرباء الحسوة، وذلك تنفيذا لاتفاق وقعته الحكومة مع شركة بيتسيرفيس الأوكرانية لصيانة وإعادة تأهيل محطة الحسوة الكهروحرارية بتكلفة تصل إلى 31 مليون دولار. ويبدي مراقبون استغرابهم من دعوات المجلس الانتقالي طرد الحكومة والسيطرة على المؤسسات، وهما أمران محسومان بنظر هؤلاء المراقبين، فلا الحكومة في عدن ولا المؤسسات تحت سيطرة الحكومة. يأتي ذلك فيما يكرس المجلس الانتقالي نفسه طرفا يعمل بالإنابة في مهمة تدمير الدولة اليمنية، وهي الغاية النهائية للفوضى التي تعصف بعدن والمحافظة المستعادة منذ أكثر من 3 أعوام. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي من الرياض. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك. إذن تصعيد سياسي وعسكري من قبل المجلس الانتقالي ضد الحكومة الشرعية، برأيك ما الذي يجري وما المخطط له في عدن ضد الشرعية؟ ما يجري الأيام هذه من تصعيد من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات هو تجهيز الانقلاب مكتمل الأركان على الشرعية وعلى الدولة في مدينة عدن وفي المناطق المحررة. هذا المجلس الذي منذ اليوم الأول لإنشائه يعتبر مجلس انقلابي لا يقل عن الانقلابيين في صنعاء، بالتالي هذا المجلس لديه أجندة ولديه خطط، وهو طبعا يعمل وفق ما يريد الممول ووفق ما يريد الداعم له. بالتالي للأسف الشديد أن دولة الإمارات تريد أن تخلط الأوراق في مدينة عدن، مع العلم أن مدينة عدن هي خاضعة بالكلية لهذه الميليشيات الخارج إطار الدولة، ميليشيات الحزام الأمني وغيرها من التشكيلات المسلحة التي تستلم رواتبها والتي تم تدريبها من قبل دولة الإمارات في اليمن وكذلك في إريتريا وبعض الدول الأخرى، لتكون هي المرادف للدولة ولتكون هذه الميليشيات هي التي تقوم بعمل الدولة وللضغط أيضا على الدولة للحصول على
على ما تريده الإمارات من اليمن من استلام للموانئ واستلام المناطق الاستراتيجية كجزيرة ميون وميناء عدن وجزيرة سقطرى وبعض المناطق الأخرى التي حاولت الإمارات أن تحصل عليها من قبل الدولة، ولكن فخامة الرئيس والشرعية رفضت أن تفرط بهذه المناطق الاستراتيجية. بالتالي نقول أن هذا التصعيد سيجر المنطقة وكذلك يجر المناطق المحررة إلى عنف كما حصل في يناير الماضي، حيث قامت هذه الميليشيات بمحاصرة الحكومة وبمهاجمة مراكز الحكومة ووصلت إلى قصر معاشيق. نعم. طيب أستاذ مختار، إذن أمام كل ما ذكرت والسيناريو المتوقع للانقلاب مكتمل الأركان بدعم من الإمارات كما تقول، ماذا أنتم فاعلون كشرعية أتحدث؟ بالنسبة للحكومة الشرعية الحكومة أصدرت بيان، وللعلم نحن مع التحالف العربي نحن شركاء فيما يحدث سواء في السلبيات أو في الإيجابيات، ولا يمكن أن تتحمل الحكومة الشرعية فقط المسؤولية. المسؤولية هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة وبين التحالف. بالتالي لا نعتقد أن أول إنجاز سيكون للتحالف العربي في اليمن هو تقسيم اليمن وتسليم المناطق الجنوبية لميليشيات خارج إطار الدولة غير معترف بها. بالتالي الحكومة أعلنت موقفها أنها ترفض كل هذه الإجراءات وأنها ترفض أي عمل مسلحة داخل العاصمة المؤقتة عدن أو باقي المناطق والمحافظات. بالتالي نقول أن الحكومة أعلنت موقفها موقف واضح من هذه الأعمال ومن هذا التصعيد ومن هذا. هل يكفي هذا الإعلان غير محمود أستاذ مختار؟ نعم، هل يكفي هذا الإعلان والتنديد أو البيان الصادر عن الحكومة؟ بالنسبة للحكومة هي لا تريد أن تنزلق إلى حرب شوارع في مدينة عدن وفي هذه المناطق، وهي تتمسك بالحلول السلمية وتتمسك أيضا بالوصول إلى حلول وإلى إنهاء هذه الأزمة في هذه المناطق، وهي أعلنت أكثر من مرة أنها تريد أن تنتهي الأزمة في مدينة عدن وتريد أن يتم دمج هذه الميليشيات في إطار الجيش والأمن لكي يتم استكمال معركتنا الأولى ومعركتنا الأم وهي معركتنا ضد الانقلابيين. ولكن للأسف الشديد نتفاجأ أنه بدل أن كان لدينا انقلاب واحد في عدن أصبح لدينا انقلاب آخر في مدينة عدن، وهذا طبعا يعرقل مسيرة التحرير وأيضا يعرقل الحكومة من أداء مهامها. من الذي يمنع عودة الحكومة إلى عدن لاستكمال معارك التحرير؟ ومن الذي يمنع أيضا عودة الرئيس والحكومة للقيام بأعمالها في مدينة عدن؟ رئيس الحكومة خرج منذ عدة أشهر وهو ممنوع من الوصول إلى مدينة عدن. هناك عدد من الوزراء لا يستطيعون الوصول إلى عدن. أيضا فخامة الرئيس أيضا يتم التضييق عليه حينما يتواجد في مدينة عدن، ويتم يعني العمل على إيجاد إشكاليات داخل مدينة عدن ومنع الشماليين من الدخول وكثير من الإشكاليات التي شاهدناها حينما كان فخامة الرئيس في مدينة عدن. بالتالي هذه الأعمال التي تقوم بها هذه الميليشيات ومن يدعمها ومن يقف وراءها هي تضر أولا بالتحالف العربي الذي جاء من أجل مساندة الشرعية ولم يأتي ليكون بديل للشرعية ولا ليأتي بشرعية بديلة للشرعية المعترف بها دوليا. طيب أستاذ مختار، سنتحدث في الجزء الثاني. نعم سنتحدث. نعم أستاذ مختار، لا يمكن أحد أن يعترف بهم. نعم سنتحدث بالجزء الثاني معك حول يعني علاقة الحكومة والشرعية بشكل عام بالإمارات والتحالف وما الذي ممكن أن يعملوا أمام كل هذه التحركات التي باتت واضحة العيان وأنه انقلاب كما تقول واضح مكتمل الأركان. اسمح لي أن أشرك معنا في الحديث الأستاذ المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني من العاصمة المؤقتة عدن. مساء الخير أستاذ عبد الرقيب. أستاذ عبد الرقيب الهدياني مساء الخير. ربما إشكالية في الاتصال بالأستاذ عبد الرقيب الهدياني. إذن سأعود لك أستاذ مختار، إذا تحدثنا أيضا عن علاقة الحكومة الشرعية بالتحالف العربي كيف تقيمها، وهل ستسمح بهذا الانقلاب الذي ربما بدأ يعني مكتمل الأركان وربما خلال الأيام المقبلة سيعلن عنه بصورة علنية؟ أولا إذا عدنا إلى الوراء قليلا، تدخل التحالف العربي أو تدخلت المملكة العربية السعودية في مدينة عدن في أحداث يناير وتم إنهاء الأزمة بعد أن كانت وصلت هذه الميليشيات المدعومة من الإمارات والتي استغلت الأسلحة الثقيلة التي منحتها إياها الإمارات ووصلت إلى جوار القصر الرئاسي في عدن، تدخلت وانتهت الأزمة في مدينة عدن. بالتالي نقول أن العلاقة علاقة الحكومة مع التحالف
وكما أعلن أكثر من وزير في الحكومة أنها لابد أن يتم تصحيح هذه العلاقة. يجب أن يعرف التحالف ودول التحالف المشتركة في هذا التحالف تعرف ما الذي لها وما الذي عليها، وما الذي يجب أن لا تقوم به وما الذي يجب أن تقوم به. وهذه نعم. الدعوات طبعا أكثر نعم. من وزير طيب. أكثر من مسؤول في الحكومة أنه لابد أن يتم إعادة تصحيح العلاقة نعم. وأن التحالف أيضا عليه أعلن أهداف يجب أن لا يخرج عن هذه الأهداف، لأن الخروج عن هذه الأهداف يعطل المشروعية التي جاء بها التحالف إلى اليمن وهي إعادة الشرعية، وأي خروج عن الأهداف المعلنة في بداية. لماذا لم يحدث أي تحرك إلى الآن أستاذ مختار؟ لماذا لم يحدث أي تحرك حقيقي والوقوف بصورة جادة مع التحالف العربي وعلى وجه التحديد الإمارات العربية المتحدة الذي يتخذ منه أعضاء المجلس الانتقالي في أبو ظبي مركزا ويعلنون عن بياناتهم وتهديداتهم وأيضا خططهم عبر القنوات الإماراتية نفسها؟ بكل تأكيد أخي بشير أنه بالفعل أن قيادة ما تسمى بالمجلس الانتقالي تتخذ من أبو ظبي مركز لها ولديها مقر، والإعلام الإماراتي يدعمها ويسخر كل الإمكانيات لها، والحكومة كانت حريصة في السابق على أن لا يتم تشتيت جهود التحالف العربي وبحيث أن لا ينهار التحالف العربي، لكن للأسف الشديد أن هناك تمادي وأن هناك كلما صمتت الحكومة وكلما قدمت التنازلات كلما تمادت هذه الميليشيات ومن يقف معها. وأنا أعتقد أنه في حال حدثت أي تطورات خلال الأيام القادمة أنا أعتقد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيادي، وأن أيضا التحالف العربي أيضا بقيادة المملكة العربية السعودية لن يقبل بأن يكون أول إنجاز للتحالف العربي. هل ستنتظرون أستاذ مختار؟ أستاذ مختار هل ستنتظرون أنتم كحكومة شرعية أو على من تعولون عليه وموقف المملكة العربية السعودية إلى أن تعود أحداث يناير حتى يصلوا إلى باب قصر معاشيوق ومن ثم تتحرك القوات السعودية لإيقاف هذا الانقلاب؟ لماذا لا يحصل أي تحرك جاد من الآن؟ التحرك هو إذا كان هناك تحركات، هناك تحركات سياسية وهناك لقاءات، يعني التحركات هو إما سياسية أو عسكرية، وأنا أعتقد أن الحكومة لا تريد أن تزهق الأرواح ولا تريد أن تكون هناك أي صدامات، وهي تحافظ وهي من خلال مسؤوليتها الوطنية ومسؤوليتها أمام الشعب وأمام المجتمع الدولي أنها تريد أن لا تنزلق الإشكالية في مدينة عدن وباقي المناطق إلى الدم وإلى حمام دم في المناطق الجنوبية. هي حريصة كل الحرص على إخواننا في هذه المناطق وفي اليمن بشكل عام، وهي تقدم تنازلات من أجل الوطن وليس من أجل هؤلاء الذين يقومون ما يقومون به اليوم، هو نفس ما قامت به ميليشيات الحوثي في صنعاء في 21 سبتمبر 2014، نفس التجهيزات ونفس التجيش ونفس التجيش الإعلامي، وكذلك الشعارات التي رفعوها الحكومة الفاسدة، غلاء الأسعار، الفساد، كل هذه الشعارات رفعتها ميليشيات الحوثي في صنعاء، وها نحن اليوم نشاهد نفس هذه الشعارات وهذا التجيش الإعلامي من قبل المجلس الانتقالي للقيام بانقلاب ثاني في مدينة عدن. لكن أعتقد أن الجميع يعي أن ما تقوم به هذه الميليشيات هو سيضر بالجنوب أولا، لأن هذه القوات نعرف هذه القوات من أين أتت، وهذه التكوينات وهذه التشكيلات المسلحة هي تشكيلات مناطقية، تشكيلات معروفة من مناطق محدودة، لا يمكن للجنوب بشكل عام أن يقبل بها، لا يمكن لابن حضرموت وابن شبوة وابن أبين أن يقبل بهذه التشكيلات المسلحة أن تحكمه بالحديد والنار. بالتالي نقول ما زلنا نعول على القيادة الجنوبية الحرة، ما زلنا نعول على الوعي المجتمعي في مدينة عدن وفي باقي المناطق أنهم يرفضون العودة إلى مراحل سابقة من مراحل الحرب ومراحل التشرذم ومراحل الحرب المناطقية والحرب التي أفرزت الجنوب على حسب البطاقة الشخصية. ونقول أيضا أن ما تقوم به هذه الميليشيات هي لا تعي أن السلاح الذي تمتلكهم سيكون هو خنجر مسموم في صدور الجميع، ولن تكون فقط في استهداف الشرعية فقط، هم يستهدفوا كل من لا يقف معهم في مشروعهم، يستهدفوا كل من لا يقف معهم في أجندتهم. طيب أستاذ مختار، أن هناك فصائل جنوبية أخرى أن هناك فصائل أخرى جنوبية لا تقبل بها ويتحدثون اليوم باسم الجنوب وأنهم هم المسؤولين عن الجنوب، لم يوكل لهم أحد ولم يعطيهم أحد
من ابناء الجنوب بشكل عام انهم هم المسؤولين وانهم هم من يتحدثوا عن الجنوب. طيب استاذ مختار شكرا، ترفض ما يقولون. اشكرك استاذ مختار. نعم نعم، شكرا جزيلا لك الاستاذ مختار الحبيب مستشار وزير الاعلام، ونشرك معنا في الحديث من العاصمه المؤقته عدن المحل السياسي الاستاذ عبد الرقيب الهدياني. مساء الخير استاذ عبد الرقيب. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ عبد الرقيب، هل نحن امام اللمسات الاخيره لاعلان الانقلاب الثاني في عدن من قبل المجلس الانتقالي كما يقول الكثير من المحللين السياسيين؟ بدايه التحيه لك ولمشاهدي القناه ولضيفي الاستاذ مختار الرحبي. نحن امام انقلاب مكتمل الاركان، يعني ظل طوال سنتين وهو يبني ويتحرك ويمارس أنشطته الانقلابية ويعد العدة ويحشد الحشود ويجمع السلاح وينشر المقاتلين، والحكومة الشرعية تتفرج وتكتفي بإصدار بيانات. الحكومة ترى التحالف وقد خرج عن مساره وقد خرج عن خطه وقد خرج عن هدفه وقد صار يصنع انقلابا آخر هنا في العاصمة المؤقتة عليها، ومع ذلك لم تفعل شيئا، لم تراجع التحالف، لم تصحح مساره، لم تعلن موقف حقيقي على مستوى هذا الانقلاب الحاصل على الأرض. اليوم نحن هنا في عدن نرى تحركات وإعادة تموضع لقوات المجلس الانتقالي والأحزمة التي تتبع الإمارات، نرى أدوات الإمارات التي تتحرك على الأرض وتنشر مقاتليها على جبل الخساف الموازي لقصر معاشيق، ولا نرى اي تحرك في الاتجاه الاخر. هل ستسقط عدن كما سقطت بالامس صنعاء ثم نصل على انقلاب جديد ونجد انفسنا يعني وقد ذهبت عدن بعد ان ذهبت صنعاء؟ هذا هو الموجود على الارض، هذا هو الذي نراه على الارض، بينما لا نرى تحركا حقيقيا يرقى إلى مستوى هذا التحدي. نعم. وعلى مستوى هذا الخطر من قبل الحكومة اليمنية. نعم. طيب أستاذ عبد الرقيب، نشرك معنا في الحديث أيضا من العاصمة المؤقتة الصحفي فتحي بن الأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. مساء الخير أستاذ فتحي. أستاذ فتحي مساء الخير. فقدنا الاتصال ربما بالأستاذ فتحي، إذا سنعود بهالاتصال. أعود لك أستاذ عبد الرقيب، إذا يعني أمام كل هذه السيناريوهات المتوقعة الآن والانقلاب الثاني كما تقول أستاذ عبد الرقيب وعجز الحكومة الشرعية، هل تعتقد بأن التحالف العربي أو على وجه التحديد المملكة العربية السعودية ستقف ضد هذا الانقلاب كما وقفت سابقا أم لا؟ المنطق يقول أن التحالف نفسه يعني لا يمكن أن يسير يعني الى النهايه في هذا الطريق وفي هذا الانقلاب، الانقلاب على الشرعيه في عدن، يعني سقوط مشروعيه التحالف، انهيار وفشل هدفه الموجود هنا في اليمن. لكن نرى ان المملكه العربيه السعوديه يعني متواطئه مع تحركات الامارات. المملكه العربيه السعوديه من موقعها كرئيسه للتحالف العربي كان ينبغي عليها ان تصحح المسار وأن ترفض هذا الإحتجاج الكبير الذي يضرب حدث التحالف، وهي ترى الإمارات العربية المتحدة وهي تصنع ميليشيات وتقوض الحكومة الشرعية في عدن وفي المحافظات المحررة، وهي تقيم حربا مسلحة في يناير الماضي ضد الحكومة الشرعية، وهي تصعد اليوم ونحن على أعشاب حرب ثانية مسلحة ضد الحكومة الشرعية. لكن الأمر يعني كما هو على أرض الواقع أن الجميع متواطئ والجميع يذهب في هذا الاتجاه، ولم يعد هناك يعني فرامل تنقذ هذا التحالف، وربما الأمر يعني مرهون على الشرعية التي سمحت بأن تصل البلاد إلى هذا المنزلق، وسمحت لهذه الأحزمة ولهذه النخب ولهذا الانحراف الكبير من قبل دولة الإمارات، وهو يعني يغير مسار قانونية التحالف وأهدافه في اليمن. كان ينبغي على الرئيس عبد الرب منصور ان يكون واضحا اليوم الامور عدن اجمالا هي في يد ميليشيات الانتقالي وفي يد الادرع الامنيه والعسكريه التي صنعتها الامارات. لم يبقى في عدن محل سيادي للحكومه الشرعيه.
نعم. بالتالي اليوم تحاول الإمارات أن تسقط هذا القليل الذي يمثل رمزية الحكومة الشرعية وتستولي على عدن وباقي المحافظات المحررة. طيب نشرك معنا في الحديث أيضا الأستاذ فتحي من الأزرق من جديد. أستاذ فتحي مساء الخير. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناة الكريمة. أهلا بك أستاذ فتحي. ربما سمعنا الأستاذ عبد الرقيب الهدياني وأيضا الأستاذ مختار الرحبي يقولون بأن ما يحدث في عدن هو انقلاب ثاني مكتمل الأركان وربما قريبا سيعلن عن بدعم من الإمارات العربية المتحدة. وجهة نظرك أنت؟ الحقيقة أن الظلال الحاصل في عدن هو نتيجة طبيعية جدا لخلاف داخل أجنحة التحالف العربي والحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية والتحالف العربي بشكل عام بدأوا معركتهم قبل أكثر من 3 سنوات متحدين ضد جماعة الحوثي، لكن الصراع السياسي لاحقا بين الطرفين تعاظم وتكاثر، وحذرنا أكثر من مرة أن هذا الصراع ربما يصل بالطرفين إلى حالة صدام. الصراع في عدن هو صراع واضح وجلي، هناك صراع بين الإمارات كطرف في التحالف وإدارة الرئيس هادي. للأسف الشديد الطرفين لم يحسم خلافاتهم ووصلت إلى صراعات مسلحة في 28 من يناير الماضي. نعم. ربما هذا الصراع غلف بموضوع مطالب الجنوب، قضية الجنوب، أشياء سياسية كثيرة، لكن الحقيقة هو جوهر الصراع هو صراع إماراتي شرعي، ونحن حذرنا مرات كثيرة أن هذا الصراع أساسا سينعكس على حال الناس. طيب. في عدن. إذن هذا الصراع الذي تتحدث عن بين الشرعية والإمارات أستاذ فتحي. نعم. أستاذ فتحي، هذا الصراع الذي تتحدث عن بين الشرعية والإمارات على وجه التحديد الذي لم يصل إلى طريق وربما كان حدثت هناك مصالحات ثم بعد ذلك عاد الوضع كما هو عليه. الآن هل أصبح واضح للعيان أو يعني بصورة مباشرة الإمارات تقف إلى جانب المجلس الانتقالي وستدعم هذا المجلس للسيطرة على مؤسسات الدولة حتى وإن كلفها ذلك أن يخسر التحالف العربي هذه المعركة بشكل عام في اليمن؟ للأمانة الحكومة الشرعية ضعيفة وباهتة، وهي من سمحت بكل هذه التجاوزات والخروقات. هناك فساد كبير في الحكومة لا يمكن لأي شخص ينكره. الناس في عدن للأمانة تعاني بشكل كبير. أنا شخصيا وهذه وجهة نظري، إذا المجلس الانتقالي قرر أن يسيطر على المؤسسات الحكومية وأن يدير الوضع في عدن والتزمت الحكومة الشرعية أصلا حيال ذلك فليتفضل. المهم أن يقوم بواجباته الحقيقية تجاه الناس، مثلا دفع الرواتب، توفير الخدمات، لكن أي ضرر أو أي انقلاب على الحكومة الشرعية هي تتشكل. وأي مستقبل نعم إذا وأي مستقبل ينتظر الجنوب إذا اتجه بهذا المسار؟ أستاذ فتحي، أي مستقبل ينتظر الجنوب إذا اتجه بهذا المسار؟ عدم وجود مشروعية دولية ولا دعم، ولا زالت اليمن أيضا في حرب مع ميليشيات الحوثي الانقلابية. إلى أين ستتجه اليمن والجنوب بشكل خاص؟ طبعا لكي نكون واضحين وصريحين، لم يستطيع أساسا المجلس الانتقالي أن يدير لا عدن ولا الجنوب بشكل عام. هذه حقيقة، هذه فرضية واقعية. لم يستطيع أن يدير أي محافظة، ولن يدفع رواتب، ولن يوفر أي مشتقات طبية أو خلافه. إدارة الدولة أمر صعب، إذا كانت الشرعية بكل الدعم الدولي الموجود وفشلت في ذلك، فمن الصعب أن المجلس السياسي أن يديره. ما سيحدث في عدن هو صراع، سيتقاتل الطرفان، سيتم تخريب عشرات المؤسسات الأمنية والسياسية والحكومية، ثم ينهض الناس إلى وضع أسوأ. الناس تتمنى أن الوضع يتحسن. طبعا أنا أقولها بكل صراحة، الناس في عدن ليست راضية عن الحكومة الشرعية، ولا عن أداء حكومة رئيس الوزراء، ولا عن أداء الوزراء، ولا عن التحالف أيضا. الناس ليست راضية عن هذه الأطراف كاملة، لكن الحل لن يكون بصراع مسلح يضيف دمار إضافي. نحن كررنا ونكررنا نحث الجان وأن تدعم الحكومة الشرعية حالة من النزاهة داخلها. طيب. أن يتم محاسبة المسؤولين المفاسدين، أن يتم توفير الخدمات، أن يقوم التحالف بدوره، والأكثر من هذا
لو كان التحالف يريد ان يقدم الخدمات، نعم استاذ، لو كان التحالف يريد ان يقدم خدمات لابناء الجنوب وفي المحافظات المحرره لقدمها من 3 سنوات منذ ان تحررت. طيب استاذ فتحي، اذا ما يعني اتجه المجلس الانتقالي للاقدام على هذه الخطوه واسقاط مؤسسات الدوله واعلانها السيطره على كل مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية، هل تعتقد أن يكون هناك مساندة شعبية لهذه الخطوات أم سيحدث صدام إذا تجرأ المجلس الانتقالي وقام بالإقدام على هذه الخطوة، لا سيما وهناك جناح باعون في الحراك الجنوبي ربما له رؤية أخرى، لا زال هناك يعني كم كبير من أبناء الجنوب مع الحكومة الشرعية ويقفون إلى جانبها، ما الذي سيحدث برأيك؟ في صنعاء تسيطر كمان، من يحكم السلاح، من يحمل السلاح ومن يحمل القوة ويمتلكها في عدن سيحكم، هذا أمر لا خلاف عليه. الناس لن تخرج مثلا لكي تتصدى المجلس الانتقالي بالشوارع حتى وإن كانت لديها بعض الملاحظات أو الرفض التام للمجلس، لكن في الأخير من يملك السلاح سيحكم. للأسف شديد أقولها بكل صراحة، التحالف ظل طريقه في اليمن، والصراع الدائر الحالي هو بين الشرعية والإمارات، والخاسر الوحيد هو المواطن في عدن، الناس في عدن نعم الخاسر، لكن في الاخير اذا سيطر المجلس الانتقالي وفرض سطوته على المؤسسات الحكوميه، الناس للامانه لن يقاتلوا ولن تجد احد يرفض، لكن في الاخير الناس سترى ما الذي يستطيع المجلس الانتقالي تقديمه، اذا استطاع ان يوفر الخدمات وان يوفر الرواتب بالتالي ستتعاون معه. نعم اشكرك رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بالأزرق. عودة أخيرة فقط في دقيقة للأستاذ عبد الرقيب الهدياني إذا كان معنا، تسمعني أستاذ عبد الرقيب؟ نعم أستاذ عبد الرقيب، في دقيقة أخيرة فقط لأنه انتهى الوقت، برأيك أنت هل تتفق مع ما قاله فتحي بأن الغلبة هي للقوة وأنه لن يكون هناك أي تحرك في شارع الجنوب لأن من يملك القوة هو الذي يملك السيطرة على هذه المحافظات؟ نعم القوة يعني قد تنفع وقتا لكنها لن تكون حلا الى نهاية المطاف. الحوثيون سيطروا ولكن ماذا بعد؟ المجلس الانتقالي سيسيطر على عدن لكن ماذا بعد؟ هناك قوى اخرى وفي المحافظات المترانية في الاطراف لن يسمحوا للمجلس الانتقالي ان يستفرد، وليس له غطاء لا محلي ولا اقليمي ولا دولي، هو سيضعنا وسيضع عدن والجنوب واليمن في مأزق وفي ورطة جديدة كما وضعنا الحوثي، بالتالي الذهاب لفرض الأجندة السياسية بالقوة هو خطأ كبير، وعلينا أن نتعلم من ميليشيات الحوثي، على الإمارات أن تكف عن عبثها باللحمة الوطنية في الجنوب، اليوم سنذهب إلى حرب جنوبية، الدماء من أبناء الجنوب، كل هذا سيكون أثره على اللحمة الوطنية وعلى التصالح والتسامح الجنوبي، وثارات ستمتد لسنوات وسط الشارع الجنوبي، بالتالي على المجلس الانتقالي ان يقف وان لا يبقى اداه بيد هذه الدوله دوله الامارات لتحقيق مطامعها، وليس مصالح الجنوب ولا لعدن ولا للجنوبيين اي لا ناقه فيها ولا جمل. اشكرك جزيل الشكر للمحلل السياسي الاستاذ عبد الرقيب الهدياني، كنت معنا من عدن، والشكر ايضا للاستاذ فتحي بن الازرق كان معنا أيضا من عدن، وكذلك للمستشار وزير الإعلام مختار الرحبي من الرياض. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة زميل ماهر أبو البيت، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.